قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بالمملكة السعودية إلى 4.3 هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4%. وأضاف صندوق النقد في بيان له إن إجمالي الناتج النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش إلى 0.4% بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك بلس. قال الاتحاد المصري للغرفة السياحية إن إلغاء روسيا حظر الرحلات الجوية للخطوط الروسية إلى المنتجعات المصرية له أثر إيجابي كبير، مشيرا إلى أن عدد الرحلات قد يصل إلى 300 رحلة أسبوعيا. وتوقع الاتحاد استقبال نحو 1 مليون سائح روسي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مصر أدى إلى زيادة عدد السائحين من شرق أوروبا إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء. أظهر تقرير مجمع لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2020 أن المملكة المتحدة مطالبة بدفع 47 مليار يورو للتكتل في إطار تسوية مالية لانسحابها منها. وأضاف التقرير أن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان في إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال تقرير ميزانية الاتحاد الأوروبي إن مبلغا مبدئيا قدره 6.8 مليار يورو يستحق دفعه في 2021 على أن يجري دفع بقية الأموال في الفترات المقبلة.